الله يعطيك العافيه يا مشاعر على هالطبخ الزين. الله يعافيك يا خالي. بس اللي طابخه ميري. ميري؟ اهم شيء لا تقطع سلطه ولا تغسل ملابسي. ابوك الصمله. طب تعرف تسوي شاورما؟ تعرف تسوي كل شيء، تسوي اكل اماراتي كمان. ما شاء الله تبارك الله، طبخه احسن من طبخ بعض الناس. ايش تقصد؟ اقصد طبخه احسن من طبخ المطاعم. عجيبه والله هالميري. ماري يا ماري. نعم بابا. وش هالزبايل هذه؟ بابا انت حنام ما في هورما اطلع برا. ايه صحيح. يلا يلا روحوا نادي عامر خليه يشيلهم. يلا عامر. عموري. عموري ولا العابد اخلص وش تبين؟ طفش ابغى اشتغل. وش شايفتني مكتب العمل؟ أنا كذا بس من الفضاوة يعني قلت أسوي مشروع في إنستغرام أبيع فيه منتو يغمش وفرموزة. منتو يغمش؟ إيه كويس، منها تصرفين على نفسك. موافق. يس. ها إيش رأيك؟ شغلها البطل. ترى انا اللي علمتها. ايه بس مين اللي طبخ ونفخ؟ صراحه كده هي. ما شاء الله وش هالزين. ايه اكرفوها دافعين فيها 20,000 وتاكل وتشرب وتنام. لا وما اخذ راتب 1500 بعد. صدقت يا وليدي. تعالي يا ميري، تعالي زين التمر انا وياس. تعالي يلا الحين ابحلي، انا بروح الاستراحه وانتي زين المنتو اللي يقمش. مع السلامة. ابلش السكري هذا تحطينه بالعلب هذه وتكنزينه بالفليزر لأنه مزبن على رمضان الله يشرفه. ايوة انا معلوم كله بابا. لا تفرملين شيل هذا الخصيني. عجيب والله. جات ام سعد جايبتي شغلتها وياها. ها ايه عسى ما خليتهم يجلسون جميع. لا ما خليتهم. ها وش ذا؟ خلطنا السكري والمرحي والخلاص مع بعض. كوكتيل تمر. دق على عامر خليه يجي يودينا المكتب. ما تروح لين ما تجي المفتشة منيرة. عجيب والله. عطى بدري عليك. 1-0 بتنتهي المباراة. يعني فرحان انك فايز 1-0؟ اي فرحان، وانت متعود دائما اسكك 3-4، غريبة واحد عليك صح؟ بتشوف الحين بجيب التعادل. واذا جبت التعادل بنلعب بلنتيات وبسكك. الو. طيب خلاص خلوها تجهز اغراضها وجايكم. مع السلامة. يلا يا عيال بعد إذنكم. عسى خير. أبد أبو راح أودي الخدام المكتب. بتصرفني يعني ها؟ كل شوية تقول لي الخدامة خدامة ها؟ لا يا شيخ، وشلون أصرفك وأنا فايز 1-0؟ لأنك جبان الحين بتنسحب. بنسحب ها؟ طب اسمع، هذه اليد أبى أخليها عندك وأتحداك تفوز. لا جايب لنا واحدة ما تعرف كوها من كرسوها. اتخذت التمر السكري مع خلاص. ده شنو الكلام ده يا حاج؟ سكري وضغط وروماتيزم. انت جاي تقول لي الغاز وامراض ولا جاي تقول شنو بالضبط يعني؟ انت حالها ما تبعدين عنها. اكمخت مثلها. حقكم هذه ما نبيها. رجعها ورجع دراهمنا. ايه ترجعونها لانها على الضمان. انت ما عندك تقويم ولا شنو؟ الضمان منتهي له يومين يا استاذ. عجيب. وش هتقول انت؟ يا حاج الخدامة دي عندها بنود في العقد. يعني اديك امثله مثلا، 1 لازم تشتغل 12 ساعه في اليوم، لازم في الاسبوع يوم اجازه، و3 واهم شيء لازم تلتزم بمهامك كخدامه، مثلا يا حاج انت قاعد تخليها تغسل السياره، لا يا شيخ، و4 فطور وغدا وعشاء، 5 يوم اجازتها لازم انترنت وتسهلوا لها التواصل مع زوجها، 6 في اوقات راحتها.